المجتمع الفلسطيني كأي مجتمع وقع تضحية غضب الكراهية، سواء كان بقصد أو بغير قصد. المرأة الفلسطينية بشكل عام كانت مضطهدة، وكان في عندهم نوع من أنواع القسوة كمجتمع على الست كست. يمكن أكثر شيء كنا إحنا منتبهين له إنه كانت من الأمثال، هي مضرب للأمثال، يعني من بين الأمثال هم البنات للنمات. في عندك مثل اللي هو عقربتين على الحيط ولا بنتين بالبيت. فالمجتمع كان بشكل عام كان يوجه لخطاب الكراهية. خطاب الكراهية مش خطاب جديد، خطاب قديم قديم حديث، بس اللي هلأ زادوا بصورة كبيرة وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي اللي صار والإعلام التكنولوجي والإعلام الجديد اللي ساعد على انتشار هذا الخطاب، يعني ممكن نقول الخطاب المنبوذ أو الخطاب الغير محبوب. لأنه بهيك خطابات إحنا بنشجع على العنف ضد المرأة، الزواج ممكن طلاق تؤدي مشاكل كثير في وسائل، يعني في نشطاء كثير على وسائل التواصل الاجتماعي بتشجع على العنف، بتشجع على تعدد الزوجات، مما يؤدي الى زياده الطلاق، زياده المشاكل الاسريه والزوجيه والضغوطات النفسيه على المراه. فالمراه في كل الحالات هي المعرضه، اكثر المعرضين انا بوجهه نظري كباحثه وكاكاديميه للخطاب الكراهيه في المجتمع الفلسطيني.